السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نوريكم حل واحد الكرتونه. هي جات هي محليه كاع، نشوفوها مجموعين حيت بعد شي مرات كنكون درت شي فيديو مثلا وحليت الكرتونه وكيتمحل الفيديو ولا كتبقى شي مشكل في التليفون ما كيبقاش دوز ولا شي حاجه، فكنكون صافي حليت الكرتونه صافي من بعد، يعني ما كنقدرش نشوفوها مجموعين، كنوريها لكم غير هكا من بعد. المهم دابا هذه مازال، نتمنى انك اني الفيديو يدوز دابا وتشوفوا معايا مجموعين. هنقص حلو احسن من هما كيسدوها تقول نبداو بهاد الصغيرة هادي بعدا كتشوفوها كي دايرة الشكل ديالها. الشكل ديالها كي دايرة هو كاين شي خاتم هدا منعرف معرفش شنو فيها. شوف فيها حلقات صغيرة سميتها لو فيوليت باريس الشكل ديال الديجا خاصهم المرا هادو انا ما عرفتش فهم في هادشي هذا كاع. المهم الديكور ديال الديجا زوين. انا صراحة عجبتني الكارتونة عليك شي ليل داخل هانتوما شفتوها معايا. نحطها لبلاصتها هادي بعدا. نحلو هادي نشوفوها مجموعة شنو هي. أنا مطلبتهاش صراحة، هادي مطلبتهاش. كبوها مجموعة تجي هكا. شتوها بالي يمكن عرفتوها شنو هي. كيف هنا هادي قربة ديال الماء، هانت تعمرها من هنا بالماء، تعمر بالماء شتوها تعمرها صافي كتسدها كتعلقها في الشجرة معليش تعلق صافي. هنا كتجي مثلا موس الحسانه ولا حسب الشامبوان ولا حسب شنو بغيتي اللي كتعمر بالماء تعلق هذه وراه ما تدوش مع راسك كتطلقوها من هنا تطلق. دابا اصلا مفتوحه هي مفتوحه صافي هي كتعلق. اللي راه كنتي خارج شي خرجه ولا شي حاجه تكون شي خارج شي خرجه عمرها بشي ما ولكن غير الخارج ولكن صراحة زوينة عجبتني أنا. يعني الإنسان كيكون في شي عروبية ولا شي حاجة ماشي اللي عيني تلقى دوس مع راسو مرتاح إذا كتعمر. كنت خاصك تدرس الحرارة هاي شتو تقولك شحال يعني كيبان واحد الرمسة واش الما سخون ما بارد. مع الاخر تكون ما عرفتش شحال كنت تكون كتهز
نتمنى انها تكون عجبتكم، انا بدا عجبتني زوينه. الله يسهل لكم والسلام عليكم.